أقيمت في بلدية بنغازي دورة تدريبية بعنوان أوسكار النجاح. الدورة تضمنت العديد من المحاور حول أوسكار الثقة بالذات والثقة وأبعادها ومستويات ومصادر التحدث مع الذات والبيئة المحيطة وأثرها على بث أو نزع الروح الإيجابية. عقد في بلدية مصرات اجتماع لمناقشة الاستعدادات المطلوب اتخاذها في إطار برنامج الصحة المدرسية وما اتخذ من إجراءات تتعلق بالأمراض السارية. الاجتماع حضره عدد من أعضاء المجلس البلدي ومكتب الرعاية الصحية وقسم الأمراض السارية بإدارة الخدمات الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى قسم الأمراض السارية بمركز مصرات الطبي ومكتب الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية بمراقبة شؤون التربية والتعليم. تفقد جهاز الحرس البلدي البيضاء في جولة تفتيشية عددا من المحلات التجارية بالبلدية. ضبط خلال الجولة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، هذا واتخذت الإجراءات حيال المضبوطات بمصادرتها وفقا للقانون. انطلق ببلدية غدامس العام الدراسي الجديد بمختلف مدارس التعليم الأساسي والثانوي. هذا وانطلق العام الدراسي الحالي بنسبة حضور للطلبة بلغت 95% بواقع 1450 طالبا وطالبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، منهم 1200 في مرحلة التعليم الأساسي و250 في التعليم الثانوي.